هذه المرة جاء المؤتمر الصحفي يحمل تفاصيل أوسع عن الجدول الزمني المقرر لانتخابات الرئاسة من خلال الإعلان عن تاريخ فتح باب الترشح والمدة الزمنية التي يستغرقها الترشح، وبالإضافة إلى تاريخ إجراء الانتخابات والإعادة وتصويت المصريين في الخارج وتفاصيل أخرى متعلقة بسير العملية الانتخابية. حول هذه التفاصيل وحول ما يمكن أن تؤدي إليه في المرحلة القادمة سياسيا وقانونيا، ينضم إلي على الهواء مباشرة الدكتور ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ودكتور حسن نفع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتكم. أهلا وسهلا. إذا بدأنا بالتعليق من الناحية القانونية والإجرائية، دكتور ربيع، هل حضرتك لديك تعليق على الإجراءات التي تحدث عنها المستشار فاروق سلطان بهذه الطريقة؟ هو حضرتك الإجراءات طبعا بتأتي بعد الإعلان الدستوري، فطبعا الإعلان الدستوري بينص على أن يعني انتخابات رئاسة الجمهورية تبدأ في تاريخ معين، فالتاريخ ده حدد، وبالتالي فده تفصيل للإعلان الدستوري وقطعا للخلاف الذي كان يرى أن الانتخابات رئاسة الجمهورية تكون بعد وضع الدستور. فطبعا بمجرد وضع هذا التاريخ 23 و 24 مايو و16 يونيو مثلا، يبقى في خلاص يعني تحددت الأمور وسوف يبدأ انتخابات رئاسة الجمهورية في الوقت نفسه الذي يبدأ فيه إعداد الدستور، ودي طبعا يعتبر يعني ممكن يسبب بعض المشاكل أو بعض الأمور التي يمكن أن تتعقد بعد ذلك. ممكن في الانتخابات دي برضو الدستور ما نعرفش هي يعني هينتهي منه امتى، يعني لسه وضع. طب اسمح لي سأبقى مع حضرتك في هذه النقطة، لكن اسمح لي أن أشير إلى الخبر العاجل الذي ورد الآن، فقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن طائرة أمريكية قد وصلت إلى مطار القاهرة لتقل المتهمين الذين أفرجت عنهم أو الذين قضت المحكمة اليوم برفع الحظر عنهم، رفع حظر السفر عنهم بكفالة 2 مليون جنيه لكل منهم. أكرر هذا الخبر أوردته وكالة الأنباء الألمانية قبل قليل، في حين ورود تفاصيل أوسع سنعود إليكم بمزيد من التحليل. بعود لحضرتك مرة أخرى، أبقى قليلا في النقطة الخاصة بأن حضرتك قلت أن هذا تفسير للإعلان الدستوري. أيوة. من الناحية القانونية، لكن من الناحية السياسية دكتور حسن نفع، هل تبدو التواريخ المحددة في هذا الجدول الزمني تبدو واقعية، تبدو قابلة للتحقق على أرض الواقع؟ يعني هل هي كافية مثلا المدة ما بين فتح باب الرئاسة إلى إغلاق من 8 مارس ولمدة ولغاية أول أبريل، ثم الطعن عليها، ثم أن يتم إجراء الانتخابات في يومين متتاليين؟ من الناحية السياسية كيف تقرأ هذه التواريخ؟ هي مدد ضيقة جدا، ولكن هي أريد منها شيء واحد مؤكد، وهو تأكيد ما التزم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه سيسلم السلطة قبل 30/6، وبالتالي يعني هو في واقع الأمر يعمل تحت ضغط هذا التاريخ الذي ألزم نفسه به، ويعني هذا كان نتيجة لضغط الشارع الذي كان يريد أصلا رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسليم السلطة إلى شخص مدني، سواء كان رئيس مجلس الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى آخر، ونحن نعرف كل هذه القصة. وبالتالي الجدول الزمني الذي أعلن حالا يعطي إشارة واحدة فقط، وهو أن المجلس ملتزم بتسليم السلطة قبل نهاية 30 يونيو. نعم، لكن والنتيجة لهذا الضغط يعني المدد المتاحة في واقع الأمر مضغوطة أكثر مما ينبغي. كان ينبغي أن يكون هناك فسحة أكثر من الوقت لتقديم الأوراق الترشيح، خصوصا وأن إجراءات الترشيح نفسها معقدة. يعني فلنفترض أن جمع توقيعات أو جمع توقيعات أو التواصل مع النواب، يعني من الممكن جدا ألا يفكر أي إنسان في الترشح إلا قبل أسبوع واحد أو حتى ليلة فتح باب الترشح، لأنه كان ينتظر مثلا أن يتعرف على الدستور ليعرف ما إذا كان أصلا ما هي صلاحيات. وبالمناسبة هذه نقطة أخرى، يعني حتى الآن لم يبدو واضحا إن كان بالضبط، وهذه سنأتي لها، لأن هذه من القضايا السياسية الكبرى. نحن نفتح باب الترشح للانتخابات قبل أن نعرف صلاحيات، وقبل أن نعرف إن كان الدستور سيتم بالتوازي إعداده، سيتم الانتهاء منه قبل الانتخابات. والتوازي لا يحل المشكلة، يعني كان يجب أن يكون الدستور مكتوب
ومستفتى عليه حتى نعرف بالضبط ما هي صلاحيات الرئيس هل الجديد. هل تتوقع أن يتم ذلك قبل إجراء الانتخابات؟ لا أظن، ولو حدث سيثير مشكلة. نعم. يعني في كلا الحالتين هناك مشكلة، إذا تمت صياغة الدستور وتم الاستفتاء عليه قبل يوم 23 هذا معناه أننا يعني هيبقى في زي ما بيقولوا بالعربي كده سلق للدستور. هذا الدستور يتعين ان ياخذ، كان يمكن التفكير في هذا اختصار الوقت قبل ذلك واتاحه فرصه اوسع حتى يمكن صياغه الدستور جيد ثم طرحه للنقاش العام ثم الاستفتاء عليه. لكن هذا الا يجيب هذا بشكل من الاشكال على السؤال الذي كان مطروحا في الحياه السياسيه، وهو فكره ان لا دستور تحت حكم العسكر، يعني الا يفتح هذا الباب لفكره ان الدستور سيتم وضعه متحررا من سيطره المجلس العسكري؟ هذه قضيه اخرى. طبعا موضوع المجلس العسكري جاء بسبب فجوه عدم الثقه التي ظهرت ثم راحت تتسع كثيرا خصوصا بعد سقوط كثير من الضحايا، وبالتالي لم يعد احد يثق في ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه اصبح وكيلا مؤتمنا على الثوره في واقع الامر، وبالتالي له اجندته الخاصه، والبعض حتى هذه اللحظه ورغم الاعلان ما زال يشكك ان المجلس الاعلى لديه النيه حقيقه في ترك السلطه، او انه لن يترك السلطه الا بعد صفقه مع جماعه الاخوان او مع غيرهم، وأن رئيس الجمهورية سيكون واجهة للمجلس الأعلى. كل هذه الأمور محل تداول. جميل. إذا عدنا إلى الجدول الزمني، ما هو المطلوب إذا من المجلس العسكري؟ هل مطلوب منه أن يسرع بالجدول الزمني بالطريقة اللي حضرتك رأيت فيها ضغط غير مبرر، ولا مطلوب منه أن يبدأ بوضع الدستور؟ يعني المسألة هنا الشعب وضع يعني في ظل أمر واقع. نعم. هو التزم بال يعني مثلا كانت هناك اقتراحات بإلغاء مجلس الشورى وباختصار هذا الوقت اللي يمكن استخدامه في البدء في عملية كتابة الدستور، لكن هذا كان يستلزم يعني تغيير الإعلان الدستوري إلى آخره. وهي القضية كلها أن المرحلة الانتقالية أديرت بطريقة بالغة السوء حتى أوصلتنا إلى هذه التعقيدات، وبالتالي أول انتخابات وهي الأخطر في تاريخ مصر السياسي على الإطلاق تدار في ظل جو بالغ الغموض وفي ظل عدم يقين، وبالتالي نحن لا نعرف بالضبط من سيترشح ومن سيقبل الترشح. أنت تعرفين أن هناك عدد من الناس منهم محمد البرادعي، الدكتور محمد البرادعي على سبيل المثال، رفض النزول لأنه لا يعرف بالضبط ما هي صلاحيات الرئيس، وإذا تم الاتفاق على نظام برلماني ستكون صلاحية الرئيس محدودة تكاد تكون رمزية، وبالتالي لا مبرر لمثل هذه. جميل. لكن هل ستبقى القوى السياسية في مرحلة البكاء على اللبن المسكوب، ولا عليها أنها لا هي ستتعامل مع الأمر الواقع؟ يعني وهذا هو ما حدث بالنسبة للانتخابات البرلمانية. نحن نتذكر أن الأجواء التي جرت فيها الانتخابات البرلمانية كانت أجواء أزمة شديدة، ولولا نزول المشير طنطاوي وقيامه أن الجيش سيحمي صناديق الاقتراع وهذا طمأن الناس، ما كان يمكن للانتخاب أن تتم بهذه الصورة. وبالتالي نحن نعيش أزمة كبيرة يعني منذ شهور عديدة، كان يمكن المرحلة الانتقالية أن تدار بشكل أفضل بكثير، لكن الآن نحن أمام أمر واقع وسوف تتعامل معه القوى السياسية وسوف نرى ما ستفرزه، لكن من المؤكد أن هذا سوف يثير شكوكا كثيرة في نهاية المطاف عندما يأتي المخرج النهائي ونرى شخص الرئيس الجديد. يعني الحقيقة أن الشكوك بدأت من الآن. وأعود هنا إلى دكتور ربيع. دكتور، الجدل الذي لا زال يثار في مجلس الشعب ويثير اليوم في المؤتمر الصحفي حول المادة 28 التي تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، إلى أي مدى يمكنها أن تؤثر؟ يعني نجد أن هناك جدل مجتمعي، جدل برلماني لا يزال مستمر حول بعض النقاط، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا على سير العملية الانتخابية؟ أنا يعني بس عايز أقول لحضرتك في الأول أن الجدول الزمني ده اللي عمله عمل المجلس العسكري ده، حضرتك زي ما قلت حضرتك قبل كده أن ده بيرتبط بالنية للمجلس العسكري. يعني زي ما كان حصل في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، انتخابات نزيهة وانتخابات يعني كل الناس بتحترمها، ففي انتخابات رئاسة الجمهورية لو أن هذه الانتخابات جرت نزيهة وجرت على حسب رغبة الشعب وما فيش أدنى شك في هذه الانتخابات سوف يثبت ذلك حسن نية المجلس العسكري
وسوف تعالج الأمور وقتئذ وقت الانتخابات. لكن فعلا الجدول يعني ملخبط شوية، لكن الذي سوف يعني يؤيد هذا ويعني يخلي الشعب يتقبل هذا هو أن تكون الانتخابات نزيهة، وأن يكون هناك فعلا إرادة للشعب في اختيار رئيسه، وده اللي احنا متوقعينه في الانتخابات القادمة. هل النزاهة يعني هذا الجدل؟ النزاهة حضرتك بتطهر سوء النية، يعني لما يكون في نزاهة في الانتخابات وكل بلاه حق الترشيح، أنا في رأيي بتطهر أو تغسل سوء النية، والشعب بعد كده بيتأكد أن فعلا الجيش ممكن أو القوات أو المجلس العسكري ما كانش لديه قصد في عملية البداية بمجلس الشعب ثم انتخابات رئاسة الجمهورية، أو أن اللخبطة الذي حصلت دي ما كانتش نتيجة سوء قصد من المجلس. طيب يعني بعيدا عن حديث النوايا وبالعودة إلى النصوص القانونية، هناك تعديلات تم وضعها في مجلس الشعب بخصوص بعض المواد المنظمة لعملية الانتخابات، والنهاردة سيادة المستشار فاروق سلطان تحدث على أن بالنسبة لحضرتك المادة 28 التي تحصن أعمال اللجنة العليا للانتخابات، هذه المادة طبعا يعني وجدت في الإعلان الدستوري، وبالتالي فهي مادة غريبة وهي مادة محصنة، ولكنها حضرتك تتعارض مع المادة 121 من نفس الإعلان. المادة 21 من نفس الإعلان بتؤكد حق التقاضي وعدم إمكانية تحصين أي قرار ضد الطعن فيه، وبالتالي هذه المادة متناقضة مع نفس المادة 21 التي تضمنها الإعلان الدستوري. يعني مادة 21 بتدي لكل شخص الحق في الطعن في أي قرار يصدر من أي لجنة، وليس هناك أي لجنة يعني تصدر قرارا محصنا، وتأتي المادة 28 وتحصن هذه وتحصن قرارات اللجنة. نعم، البرلمان أغلق النقاش حول هذه المادة على وجه التحديد، وصدر الجدول الزمني بناء على ما هو موجود. هل يعني ذلك أن الجدل حولها أغلق تماما ولا تتوقع الجدل حضرتك؟ يعني طبعا في برضو المادة تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تعطي الحق لأي شخص أنه يطعن في القرارات أيا كان مصدرها. نعم. ولكن طبعا المجلس الشعب في هذه الحالة لا يستطيع أن يغير من جوهر المادة. يعني ما يقدرش يغير من جوهر المادة، لأن المادة وجدت في إعلان دستوري، والإعلان الدستوري أعلى من سلطة مجلس الشعب، وبالتالي مجلس الشعب أغلق باب النقاش. مجلس الشعب أغلق هذا النقاش، ولكنه فيما يتعلق بقرارات اللجنة طلب أن يكون اللجان في لجنة رئيسية وفي لجنة فرعية، ودي طبعا وسيلة لإمكانية الطعن في اللجان الفرعية. يعني حضرتك لا تستطيع الطعن في اللجنة الرئيسية، خلاص طالما أعلنت النتيجة في اللجنة الرئيسية لا يجوز الطعن فيها، لكن اللجنة الفرعية ممكن تطعن فيها أمام اللجنة الرئيسية. فهو عمل الفرز في اللجنة الفرعية لإتاحة إمكانية التأكد من النتيجة في اللجنة الفرعية والطعن فيها أمام اللجنة الرئيسية. نعم، النهاردة المستشار طبعا تحدث عن أن حتى هذه التعديلات اللي حضرتك بتتحدث عنها لأن فيما يتعلق باللجنة الفرعية لم تصل، لأن التعديلات حضرتك بتروح بعد كده المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية برضو بتحدد ما إذا كانت هذه الأمور المتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية مشروعة أو دستورية، يعني ودي بنسميها الرقابة السابقة على إصدار القانون. وإذا حددت أن هذه مشروعة ودستورية بترسل إلى المجلس العسكري لإصدارها، فلسه طبعا هي لم تصل إلى اللجنة. هل اختلاف في الترتيبات القانونية اللي تم الحديث عنها؟ يعني ممكن المحكمة الدستورية تتأخر، فبالتالي اللجنة الرئيسية بتفرز في اللجنة الرئيسية، ما لهاش دعوة باللجان الفرعية، وتعلن النتيجة في اللجنة الرئيسية. وممكن طبعا تيجي ويصدرها المجلس العسكري، والمجلس العسكري يتحكم في ذلك الآن، وإذا صدرها المجلس العسكري قبل الانتخابات لازم تلتزم بها. أنا هرجع لحضرتك بتفصيل أكثر عن فكرة التواريخ فيما يتعلق باللجنة الدستورية العليا، لكن أريد أن أعود هنا إلى الدكتور حسن نفع وبعض المسائل التي يعني يمكن قراءتها مثلا من زاوية سياسية في الإجراءات اليوم. مثلا تحديد سقف مادي للحملة، حملة المرشح الرئاسي تقدر ب 10 مليون جنيه وفي الإعادة 2 مليون جنيه. أولا هذه الأرقام هل تبدو لحضرتك واقعية؟ هل ستستبعد بعض المرشحين؟ رأينا أن في انتخابات مجلس الشعب وفي انتخابات سابقة أو حتى في الانتخابات الماضية أن بعض المرشحين في دوائر أنفقوا ربما ما يزيد عن هذا المبلغ، فهل هو مبلغ كافي؟ كيف يتم تحديده سياسيا هنا؟ لا، أنا يعني قبل ما أعلق على موضوع
يعني الانفاق في الدعاية الانتخابية. عايز أرجع للمادة 28، وعايز أقول لحضرتك أن هذه المادة في واقع الأمر تثير الشبهات، نعم، وبالتالي بتضع علامة استفهام كبيرة حول ما يمكن أن يحدث في الانتخابات الرئاسة. وهذه المادة يعني حصنت، يعني تحصين لجنة التحصين للجنة اللجنة المشرفة على الانتخابات، هي أصلا اللي كان عمل كده التعديلات الدستورية أيام الرئيس السابق، ونصت عليها المادة 56. لكن عندما ناقشتها لجنة تعديل الدستور، هي اكتفت فقط، يعني تشكيل اللجنة كان مختلف، تشكيل اللجنة كان نصفه من الشخصيات العامة. فالتعديل الذي أدخلته اللجنة التي تشكلت بعد سقوط حسني مبارك، لجنة المستشار طارق البشري، اكتفت بأن جعلت اللجنة كلها قضائية، بمعنى أن تشكيلها كله من شخصيات قضائية وعلى أعلى مستوى، واعتبرت أن هذا في حد ذاته ضمانة لسد ثغرة. لكن تحصين قرارات لجنة هي في واقع الأمر قرارات إدارية، مسألة خطيرة جدا، والمفروض أن احنا نفصل موضوع التشكيل عن موضوع القرارات، لأن القرارات هي قرارات إدارية، فاللجنة لا, لا, لا يعني لا تجتمع لا تنظر باعتبارها قاضيا، لا تحقق في يعني ليست قاضيا، وانما هي تتخذ قرارات، تقول هذه الاوراق سليمه او غير سليمه، نعم، ترفض اوراق مرشح او لا ترفض اوراق مرشح، تعتبر انه في عيوب شابت العمليه الانتخابيه او ليست هناك عيوب الى اخره، وبالتالي نعم. تحصنها يعني يفتح الباب امام شبهات، نعم. وكنا نتمنى ان تسد هذه الشبهات. كان يمكن تعديل هذه اللجنه بوسيلتين، اما انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه يستجيب الى المخاوف دهيت، ويعني يفتح الباب امام امكانيه الطعن على هذه القرارات من نفسه فيعدل الاعلان الدستوري، لكن هل يملك يعني ما قيل ان لو لا يملك تعديل مواد تم تحصينها بالاستفتاء، هذه احدى المواد التسعة المستفتى عليها، وبالتالي البعض يقول كان يمكن تعديلها وترحال الاستفتاء ايضا، او يعني حنفترض انه هذا صحيح لا يمكن تعديل، انما كان يمكن بطريق اخر، اذا اعتبرنا ان الاعلان الدستوري يحل محل الدستور، وبالتالي هو الدستور المطبق حاليا، فلمجلس الشعب حق إجراء تعديل على الدستور بوسائل معينة، يعني تلت المجلس يقترح التعديل والتلتين يوافقوا عليه، وبعدين يخش يعني يتم إقرار التعديل، بس في هذه الحالة لابد من تصديق رئيس المجلس العسكري، نعم، ثم طرح التعديل ربما للاستفتاء، وهذا كان سيؤخر المرحلة الانتقالية إلى آخره، فيدخلنا في دم. بس كل هذا يؤكد يا أستاذة منى أننا في يعني في عالم عك، في عك دستوري، في عك سياسي، في يعني إدارة بالغة السوء للمرحلة الانتقالية بكل جوانبها القانونية والسياسية إلى آخره. الناس ستدخل أول انتخابات رئاسية ليست مطمئنة، مثلما حدث في يعني الطريقة الشهور الماضية. هل تتوقع أن هذه الشكوك اللي حضرتك أشرت إليها يعني واضحة في الشارع ويمكنها أن تؤثر على نسبة الإقبال مثلا على الانتخابات؟ نسبة الإقبال على الانتخابات ستتوقف على مدى جدية، لأنه إذا يعني تذكرنا مرة أخرى أن هناك من أحجم عن الترشيح لمجرد أنه هو لا يعرف بالضبط ما هي صلاحيات الرئيس، وقد نأتي ونرى أنه لن يتقدم للترشيح إلا المجموعة التي أعلنت أنها سترشح سترشح نفسها في واقع الأمر، وهذه ليست مصر. يعني لما تسألي الناس في الشارع هل اللي انت شايفهم دول اللي أعلنوا عن هل هذا هو ما يمكن، حتى اليوم بنجد كل يوم فيه مرشح وأكثر، بس يبدو أن المسائل بدأت تاخد شكل هذا اللي أكثر منه، يعني هناك من يدفع بمرشحين جدد للنزول إلى قوائم المرشحين لمجرد إثارة الشكوك حول جدية هذه الانتخابات، يعني حتى يعني نزع الهيبة من هذه الانتخابات الرئاسية، وهذا في حد ذاته يعني يثير علامات استفهام كثيرة. أنا لست مطمئنا اطمئنانا كبيرا إلى ما سيجري في الانتخابات الرئاسية، أتمنى أن تكون هذه المخاوف في غير محلها، لكن هذا يثير شكوك. لكن لنعود إلى موضوع الأموال، المال السياسي، يعني أنا ما أعرفش 10 مليون جنيه
لكن احنا شفنا في انتخابات مجلس الشعب ان في ناس ادارت معركة انتخابية جادة جدا وانفقت مثلا 300,000 جنيه او شيء من هذا القبيل. وكانت النتائج في النهاية شكلها ازاي؟ وكانت النتائج في النهاية انهم نجحوا، يعني في ناس نجحت، لكن في ناس طبعا بتنفق. هو المطلوب هنا ايه؟ انه يبقى في ضوابط معينة حتى لا يعني تصبح المنافسة غير متكافئة. نعم. وحتى تتاح الفرصة للجميع، يعني حتى لا يكون الفقر مثلا أو عدم وجود أموال كافية عائق أمام مرشح. نعم. من لكن المرشحين. هل كان ينبغي مثلا تحديد مصادر هذا التمويل؟ بالتأكيد. وضع قيود مثلا على حجم التبرعات مثلا؟ هذا موجود في القانون. نعم. يعني هذا موجود في قانون الانتخابات، القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، المفروض ان المرشح يعلن عن مصادر تمويل حملته، انه هذه المصادر تخضع للرقابة الى اخره. لا، لست متأكدا مما اذا كانت الدولة ستساعد المرشحين ام لن تساعد، لانه يعني اذا اعتبرنا ان هذه هي الحدود الدنيا للانفاق على الحملة الانتخابية، فهذا معناه انه لن يدخل المنافسة الانتخابية. الحدود القصوى يا فندم، الحدود القصوى يعني. هي الحدود القصوى، لكن هي تقريبا يعني هذا ما يتوقع ان ينفق في الحملة الانتخابية، انه ده الحدود المعقولة فلنقل هذا. هل سيشمل هنا من ناحية من ناحية تقنية، واسمح لي ناقش معايا دكتور ربيع، هل يشمل هذا المال الحد الأقصى له ما تم إنفاقه بالفعل؟ إن هناك مرشحين بدأوا مثلا من فترة طويلة بدأوا في إقامة صندوقات وفي التجول في المحافظات المختلفة وفي إقامة مؤتمرات انتخابية، هل سيتم حساب التكلفة دي وإدخالها ضمن 10 مليون، ولا بنبدأ من أول فتح باب الترشح؟ شوف حضرتك، عمرنا في مصر هنا ما بدأت محاسبة أي ناخب أي مرشح على إن هو صرف فلوس أكتر وصروف، يعني ما فيش حضرتك اي يعني امكانيه لتحديد ما يعني صرفه العضو. يعني بتبقى حضرتك عمليه صعبه جدا لتحديد هذه المبالغ، وبالتالي الامر بينطوي على ان الدوله نفسها فيما يتعلق بالاعلام وفيما يتعلق بالصحافه المفروض يبقى فيه برضه تكافؤ في الفرص بين المرشحين. لكن حضرتك تتوقع ان يتم محاسبه اي مرشح على ما انفق؟ لا اتوقع هذا الا اذا حضرتك ظهرت امور يعني امور واضحه التجاوزات، زي مثلا واحد بيدي فلوس مثلا، او واحد بيدي مثلا هدايا عينيه فخمه، او لكن واحد مثلا بيعمل اعلانات او بيلف بعربيات مثلا، تعرفيها ازاي مثلا؟ او مثلا بيعمل صرادقات ومؤتمرات، يعني في مؤتمر حضرتك بيصرف مثلا 40,000 50,000، وممكن يقول لك ده ما صرفش غير 1000 مثلا او 2000، او يعني تعرفيها ازاي؟ فهي حضرتك بتبقى التجاوزات دي صعبه تحديدها الا اذا كان هناك مؤشر بمبالغ مدفوعه مثلا من جهات معينه، او ان هو بيدفع للناقبين مبالغ محدده او معينه يعني، وفي تبليغ وتاكيد عن هذه الامور. نعم. بيبقى هذه دي ممكن ان احنا نتحكم فيها. نعم. لكن انا في رايي ان المفروض اللجنه برضو بتقارن المرشحين فيما يتعلق بوسائل الدعايه، في وسائل الاعلام، فيما يتعلق بالجرايد. فاذا هل تم تحديد اي هيئه لمراقبه اللجنه العليا بتراقب، يعني اللجنه العليا هل سيكون لديها من الوقت ومن الاليه انها تراقب مثلا وسائل الاعلام المختلفه؟ بقول لحضرتك لتتاكد وتستوثق ان ما فيش انحيازات، وان هل ده بيدخل في الاعلام الرسمي الذي يعني مؤكد انه ينطبق على الاعلام الرسمي؟ لكن هل ينطبق على الاعلام الخاص؟ الاعلام الخاص ما هو دي المشكله برضو، يعني واحد عامل قناه فضائيه مثلا وساعات القناه الفضائيه وعبر عن الحزب والحاجات دي، فحضرتك النهار كله بيعمل اعلانات للعضو بتاعه. هل المساله دي واضحه النهارده؟ المفروض هذه تبقى محدده وتبقى واضحه، لانه برضو ده بيؤدي الى عدم المساواه بين المرشحين. نعم. وان المال يعني هو الذي يحكم الامور في نهايه نعم المطاف. نعم. لكن في دول ديمقراطيه في دول ديمقراطيه ده ما فيش قنوات خاصه. نعم. يعني بتبقى كده يعني لا الحقيقه كله مثلاً تحت الحقيقه ان هناك في القنوات الخاصه وحتى الجرائد نشاهد كثيرا مثلا في الانتخابات الامريكيه ان هناك جريده تعلن عن موقفها انها تدعم المرشح مثلا مرشح الحزب الجمهوري او مرشح الحزب الديمقراطي. نعم. بس برضو حضرتك بتبقى يبقى برضو تحت القانون برضو. نعم. يعني كل هذه الاعلانات برضو سعادتك يبقى تحت القانون وتحت المراقبة من اللجان الانتخابية، خاصة في فترة معينة قبل الانتخابات، ثم فترة يعني برضو بيبقى فيها رقابة، وبالتالي كل هذه الأمور. يعني إذا عمود رأي في صحيفة هاجم مرشح ما،
لا هل يعتبر ده ان هو تحيز ضد هذا المرشح مثلا؟ لا 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 هذا لا يعتبر. الدكتور حسن نافع كتب مقال الصبح يهاجم مثلا احد المرشحين. لا 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 يعتبر هذا، لا يعتبر هذا حق لل لا لا يعني يجب ان نميز بين الحق في ابداء الراي والحق في اتخاذ موقف، ويعني حتى حق الصحيفه يعني الواشنطن بوست بتيجي احيانا وتعلن انها ستقف مع المرشح. هو اللي يعيب ايه؟ اللي يعيب انه الجورنان يحدد موقفه بناء على رشوه مثلا من الـ من الـ هل مثلا من اجبار الصحف على ان تحدد موقفها بشكل علني يمكن ان يكون ضمانا لذلك؟ يعني لا لا لا, لا يجب ان يكون، لانه يؤيد المرشح الفلاني، ربما الصحيفه لا تريد ان تؤيد اي من المرشحين او تاخذ موقف الحياد. هذا حقها يعني، لا يجب الا يتدخل احد في ان يملي، يعني كما اننا نجرم شراء المواقف أو شراء وسائل الإعلام، صحف على سبيل المثال إنها يدفع لها من غير ما تكتب بقى إن ده إعلان مدفوع الأجر، إنما هي تاخد رشوة علشان تخلي المحررين فيها أو الكتاب فيها ياخدوا مواقف ويهاجموا مرشح معين أو يؤيدوا مرشح معين. هذا هو الذي يجرمه القانون. التبرعات برضو يعني لو تبرعت للعضو برضو تبقى مراقبة، والتبرعات كمان في ده مهم. سؤالك ذكي جدا، لأنه الفترة اللي فاتت يعني ده ما بيحصلش في أي مكان في الدنيا. احنا بنقول المرشح المحتمل، فيش حاجة اسمها مرشح محتمل، إما أنك مرشح أو لست مرشح. نعم. في الانتخابات الأمريكية مثلا ما بيبقاش حاجة اسمها مرشح محتمل، بيمر عبر الانتخابات داخل الحزب. نعم. الانتخابات التمهيدية مراحل متعددة، بس بنبقى عارفين إمتى بتبدأ الانتخابات وإمتى بتنتهي، وهل هو مرشح أو ليس مرشح. ليس هناك شيء اسمه مرشح محتمل، في إجراءات معينة. ولذلك ده برضو جزء من العك اللي احنا وهناك من بدأ منذ عام، لكن ما تيجي تطبق القانون هو ليس مرشح. وحتى لو صرف 500 مليون جنيه، نعم، من يستطيع ان يحاسبه اذا كان هو اصلا يعني قد لا يستوفي الاوراق اللازمه لترشيحه، وبالتالي هو ليس مرشحا ولا يخضع للرقابه. نعم، هذه نقطه مهمه جدا، النقطه الخاصه باستيفاء الاوراق. طبعا القانون جعل ان هناك وسيلتين، اما 30 ألف توقيع او 30 عضو. كذلك النهارده في المؤتمر الصحفي تم الحديث على فكره ان كل الاحزاب الممثله في البرلمان ولو حتى بعضو واحد يحق لها ان تقدم مرشحا. هل ستشهد الفتره القادمه حاله من حالات النزاع ربما، او الصفقات او الترتيبات والمؤامرات؟ بالتاكيد بالذات داخل البرلمان. نعم. لانه هيبقى اولا يعني يمكن جدا شراء اصوات، اما انه تتحدد بقى على اساس مواقف حزبيه انه الحزب سيدعم المرشح، يعلن او 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 يعطي اوامر لاعضائه بالا يعطوا تاييدهم او يملأوا الاستمارات لاي مرشح، انهم يقول لهم المرشح الفلاني فقط اللي تدوله. هذا ورد، وان كان هذا ايضا يجب ان يجرمه، يجب ان يكون مخالفا للقانون، لانه المفروض ان العضو يبقى حر تماما، ولان ده قيد تقريبا على الترشح، حق الترشح. يعني هنا شايف حضرتك ان في تمييز شديد بين من ينتمي لحزب ومن لا ينتمي لحزب. من ينتمي لحزب، هناك احزاب موجوده في البرلمان واعلنت مواقف انها لم تختر مرشحا بعينه، في حين ان بعض النواب اعلنوا ان هم بيأيدوا مرشح بعينه. بالضبط، وهذا يعني اولا يعني هذا معيب من ناحيه معينه، لكن العيب في القانون اصلا اللي هو بيجعل امكانيه الترشيح غير متاحه الا بالوسيلتين اللي حضرتك تفضلت بيهم، اما الحصول على تأييد 30 نائب في البرلمان، وبالتالي يصبح تأييد النائب كما لو كانت سلعه قابله للبيع والشراء. نعم، لكن لو لم تجد هذه القيود يا اما سلعه سياسيه، يعني لو لم تجد هذه القيود ربما اصبح لدينا مليون مرشح مثلا علينا ان نختار. طبعا كان المفروض يبقى فيه ضوابط للترشح. هي الهدف هو اثبات الجديه فقط يعني، واثبات الجديه تم بهذه الطريقه، اما الحصول على تأييد ناخبين في البرلمان. يعني نأمل ان يتم توظيف هذه الوسيله بشكل متحضر وبشكل لائق وبشكل يعني يعني يطفي الجدية المطلوبة على المرشح. نعم، انا بعود لدكتور ربيع، كنت قد اشرت قبل قليل موضوع متعلق بفصل المحكمة الدستورية العليا. تحدث النهارده وحضرتك شرحت لنا ان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لن يصلها التعديلات التي اجراها مجلس الشعب الا بعد ان يصدق عليها المجلس العسكري
وتفصل فيها المحكمة الدستورية العليا قبل أيام. تفصل فيها المحكمة الدستورية ثم ترجع يعني تعود تاني مرة إلى المجلس الشعب فيودي يعني يوديها المجلس العسكري الذي يصدرها بعد ذلك. جميل. قبل يومين على وجه التقريب كان هناك من يثير موضوع متعلق بعدم دستورية أو شبهة عدم دستورية في البرلمان فيما يتعلق بنسبة الثلث اللي هي الانتخابات الفردية، وجاء الرد من مصادر عليمة أو دعت أنها كذلك فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا أنه لا يتوقع أن يتم الفصل في ذلك لأن المحكمة الدستورية العليا لديها العديد من القضايا. فكيف ستفصل المحكمة في ذلك وألن يلقي هذا الشبهة أن مسألة هنا سياسية وأن الاختيار يتم على أساس بقرار يعني ربما لا يكون قضائي؟ لا وحضرتك يعني أنا يعني في فيما يتعلق بالثلث والثلثين هذه النسبة يعني مبررة لا أنا مش بتكلم عن مبررة أنا بتكلم عن أن المحكمة لن تفصل فيها لأسباب من بينها أن لديها الكثير ولن تستطيع ذلك قبل نهاية المرحلة الانتقالية. ثم الآن نحن نتحدث عن قانون آخر متعلق بانتخابات الرئاسة سيعرض أمام المحكمة الدستورية العليا، فعلى أي أساس؟ لأن السرعة المستعجال فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة أولى من السرعة في البت في دستورية المجلس الشعب أم لا. من الذي يقرر ذلك؟ الذي يقرر ذلك الظروف السياسية القائمة حضرتك الآن. الظروف القائمة حاليا الآن من الذي يقرر ذلك من الناحية الإجرائية؟ من الذي يملك سلطة التقدير؟ الذي يملك هذا المحكمة الدستورية. لأن حضرتك أنا لو قاضي دستوري وجالي الطعن في الانتخابات رئاسة الجمهورية والطعن في مجلس الدستور في دستورية مجلس الشعب، فأنا بقول لحضرتك الإعلان الدستوري نص على أن المجلس العسكري يستطيع أن يصدر مرسوما بأي طريقة يراها للانتخابات، وبالتالي الإعلان الدستوري نص على تحصين أي طريقة يعني يطبقها المجلس العسكري بمرسوم منه فيما يتعلق بالانتخابات، إذا عمل الثلث أو الثلثين هذا دستوري، الربع والثلثين يعني هو على كل الأحوال يعني الإعلان الدستوري حضرتك حصنا أي طريقة يختارها المجلس العسكري. فيما يتعلق بالاستعجال حضرتك أنا طبعا أرى أن مجلس المحكمة الدستورية تجب يعني بتنظر قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لأنه هو المستعجل. هل سيتم البت فيه بوقت كافي؟ لو بدأت تبت في المجلس الشعب سوف يحدث ربكة سياسية لا يعني انا بقول يعني هتبقى برضو قاسيه على الشعب المصري ان احنا ننظر في دستوريه مجلس الشعب او عدم دستوريته، لان هذا المجلس قد تم بانتخابات نزيهه، فاذا راينا اي عضو ينظر في هذه الانتخابات ويبدا ان هو يعني يشكك في هذه الانتخابات سوف يعد ذلك يعني هو على كل الاحوال مره ثانيه بقول ان هذا ليس هو الموضوع الذي نناقشه، ولكن ليس لا يناقش الان راي حضرتك فيما يتعلق بالاجرائيه البحثه من الذي يملك سلطه التقدير والمدى الزمني الذي يمكن في خلاله ان يتم البت فيما يتعلق بالمواد التي تم تعديلها في مجلس الشعب. المحكمه الدستوريه هي التي تبت في المده وهي التي تبت في الاولويه وهي التي ترتب الرول بتاعها زي ما عايزه، فطبعا ده حكم يعني المحكمه الدستوريه هي القاضيه الاعلى في ذلك. نعم شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدينا كانت هذه قراءه في الجدول الزمني الذي تم الاعلان عنه صباح اليوم من قبل اللجنه العليا لانتخابات الرئاسه، وقراءه فيها من سواء من الناحيه القانونيه والسياسيه. اشكر ضيفي على الهواء مباشره، اشكر الدكتور حسن نفع استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، واشكر الدكتور ربيع انور فتح الباب استاذ القانون الدستوري بجامعه عين شمس. شكرا لكم مشاهدينا، بعد فاصل قصير نعود اليكم وموجز لاهم واخر الانباء، ابقوا معنا.